اهلا وسهلا بيكم، معاكم دكتور حنس حشمت الباحث في داء نشواني منذ 2012، طبيب التغذيه العلاجيه جامعه القاهره، ومعاكم فيديو جديد على قناه الصحه والتخسيس. مشاهير توقفوا عن حقن التخسيس بعد تعرضهم لازمات صحيه خطيره، اخرهم فنانه كشفت عن اصابتها بشلل المعده وكتبت ده على حسابها الرسمي بعد استخدامها حقن التخسيس لمده 5 اسابيع فقط. تم بعد كده حجزها في المستشفى وحصل عندها شلل المعدة. ايه هو شلل المعدة؟ ايه اسبابه؟ ايه اعراضه؟ التشخيص بتاعه بيتم ازاي؟ بنعالجه ازاي؟ وايه علاقة شلل المعدة بمرض الداء النشواني؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو ده، ولكن بعد فاصل. ورجعنا لكم تاني بعد فاصل، واهلا بيكم مره تانية في قناه صحه وتخسيس. دكتور، ايه هو شلل المعده؟ الجاستروبليجيا او خزل المعده اللي هو الجاستروباريزيس، ده بيعني توقف العضلات الموجوده في جدار المعده عن العمل بشكل طبيعي او حتى الشلل التام. في الطبيعي يا جماعه المعده بتنقبض بشكل معين لدفع الطعام عبر الجهاز الهضمي، لكن في هذه الحاله اما عضلات المعده بتعمل ببطء او تتوقف عن الانقباض تماما، وبالتالي ده بيمنع المعده من تفريغ او تاخير تفريغ محتوياتها للامعاء، ودي حاله طبيه بنسميها افراغ المعده المتاخر. المعده يا جماعه عباره عن كيس من العضلات بيقع اعلى وسط البطن تحت القفص الصدري مباشره، المفروض ان هي تقدر تحتوي جالون من الطعام والشراب، يعني حوالي تقريبا 4.5 كيلو جرام. عندما تكون فارغه بتبقى منقبضه على نفسها وبتنبسط لما يصلها الطعام والشراب. جدار المعده مكون من 3 طبقات من العضلات اللي بتخلط الطعام بالانزيمات والاحماض اللي بتفرزها الغدد الموجوده على الجدار الداخلي للمعده بتاعتك. بعدها بيحدث انقباضات عنيفه بنسميها الموجات التمعوجيه اللي بتدفع الطعام من الصمام البلوري ومنه للامعاء الدقيقه حتى تتم عمليه الهضم الرئيسيه. تستغرق المعده حوالي 3 4 ساعات للتفريغ الكامل. طول المدة دي للتأكيد على هضم الطعام جيدا واختلاطه بالعصارة الهضمية لتسهيل عملية امتصاصه في الأمعاء. طيب دكتور، ايه أسباب شلل المعدة؟ أول حاجة لازم تعرفه إنه يمتد العصب المبهم المتحكم في عضلات المعدة بين جذع المخ إلى القولون، وهو المسؤول عن تنظيم العملية الرئيسية للهضم بما فيها إرسال إشارات العضلات للمعدة لتقوم بعمل الموجات التمعوجية بمعدل 3 انقباضات في الدقيقة الواحدة. السبب الرئيسي لشلل المعدة هو تلف الأعصاب اللي بتتحكم في عضلات المعدة. طيب نتيجة إيه؟ أكيد أنت عملت خطأ معين أدى لكده، زي مرض السكر يا جماعة، ده بيحصل موضوع شلل المعدة بمعدل 1 لكل 5 أشخاص. الناس اللي بتعمل جراحات المعده والامعاء والمريء زي جراحات السمنه، الناس اللي بتاخد المهدئات ومضادات الاكتئاب، الناس اللي بتاخد ادويه سرطان خاصه الكيماوي، الناس اللي بيجي لها اضطرابات الادويه اللي بتتدخل في معدل تفريغ المعده للامعاء، زي الناس اللي بتاخد مخدرات، الناس اللي بتاخد ادويه الضغط المرتفع، ادويه الحساسيه، مسكنات الالم الافيونيه. طيب ايه عوامل خطر الاصابه بشلل المعده؟ يعني امتى اقول ان انا معرض ان انا اتصاب بشلل المعده؟ اول حاجه الجنس، النساء بيتصابوا بهذا المرض اكتر من الرجال. تاني حاجه الامراض، عندك تصلب الجلد، الداء النشواني اميلويدوزيس، مرض الرعاش، التصلب اللويحي، التصلب المتعدد، امراض الايض زي امراض الغده الدرقيه، التهابات المعده الفيروسيه، امراض العضلات الملساء، اضطرابات الغده الكظريه، فشل الكلى واختلال توازن الالكترولايت في الجسم. الناس اللي عندها التليف الكيسي اللي هو السيستيك فايبروزيس، ده بيسبب تراكم المخاط في الجهاز الهضمي وبالتالي ابطاء حركه الجهاز الهضمي. طيب دكتور، ايه الاعراض اللي بيحسها المريض شلل المعده؟ اول حاجه القيء والغثيان، وده بيحدث بعد تناول الطعام بساعات نتيجه امتلاء المعده بطعام غير مهضوم مختلط بالعصاره الهضميه، وده اما بيحصل احيانا بسبب تراكم العصاره الهضميه وحدها ويؤدي ذلك الى القيء بدون حتى المريض ما يتناول الطعام. خلي بالكوا العضلات المسؤوله عن تفريغ الطعام مختلفه عن العضلات المسؤوله عن تفريغ الشراب، لذلك القيء والغثيان ممكن يحصل عند تناول الطعام فقط، عند تناول الطعام والشراب معا، وعند تناول الشراب لوحده. بعد كده بيحصل عنده الم في البطن مع تخمه مع جيرد اللي هو ارتجاع الحمض المريئي المعدي، انتفاخ المعده، شعور مبكر بالشبع بيشبع بسرعه، عسر هضم، اسهال او امساك، فقدان الشهيه، نقص الوزن، وسوء التغذيه.
طيب دكتور، ما دي حاجة كويسة. ايه يعني لو احنا بطلنا ناكل خلينا نخس بالمرة؟ لا، في مضاعفات خطيرة لموضوع شلل المعدة لو انت ما عالجتهاش، زي ان يتحول الطعام لكتل صلبة، ودي بتبقى تجمعات قاتلة وقد تؤدي لانسداد مخرج المعدة. الحاجة التانية فرط نمو البكتيريا في المعدة نتيجة تخمر الطعام فيها لفترة طويلة، كمان تذبذب نسبة سكر الدم في الجسم الانسان، ما يجعل مرضى السكر يعانوا اكثر من شلل المعدة، وقد يسبب مرض السكر لمن ليس لديهم المرض. أغلب الحالات لو ما تعالجتش بسرعة بتصبح مزمنة لا يمكن الشفاء منها. طيب دكتور، عايزين نعرف التشخيص بتاعه بيتم ازاي. اول حاجه اختبار تفريغ المعده، وده بيبقى اكثرهم دقه، بيخلوا المريض ياكل وجبه من البيض او الخبز المحمص بتحتوي على كميه ضئيله من ماده مشعه، بيتم استخدامها ككاشف لمتابعه تدفق الطعام للمعده والامعاء. اذا كان اكتر من 4% من الطعام في المعده متبقي بعد 10 ساعات يبقى انت مصاب بخزل المعده او شلل المعده. كمان في اختبار قياس ضغط المعده والامعاء عن طريق ان هو بينزلوا لك انبوب حساس للضغط عبر الحلق، بيدخله لك من الفم للمعده والامعاء، بيتصل بجهاز كمبيوتر علشان يسجل معدل الانقباضات اللي بيحس بيها الانبوب، طبعا الانقباضات بتاعه المعده. كمان ممكن نعمل لك منظار المعده للتاكد ان السبب في الاعراض ليس تاخر تفريغ المعده. كمان بيستخدم جهاز رسم المعدة، ده بيستشعر الإشارات الكهربية اللي بيرسلها العصب المبهم للمعدة قبل وبعد تناول الطعام للتأكد إن العصب ده بيعمل بشكل صحيح. كمان بيتم عمل تنظير علوي للقناة الهضمية والسونار، كمان بنعمل أشعة الـ MRI الماجنتيك ريزونانس ايميجينج اللي هو الأشعة بالرنين المغناطيسي، كمان بنعمل تصوير بالأشعة مع الباريوم، ده عن طريق ان المريض بيبلع سائل الباريوم اللي بيغطي المريء والمعدة والأمعاء الدقيقة وبيظهر في الأشعة السينية. ايضا يتم عمل تخطيط كهربية المعدة باستخدام اقطاب كهربائية على الجلد لتقييم النشاط الكهربائي للمعدة. كمان بنعمل التصوير بالموجات فوق الصوتية لاستبعاد الحالات الاخرى اللي ممكن تعمل لي اعراض مشابهة لشلل المعدة زي مشاكل الكلى والمرارة. كمان بنعمل اختبارات التنفس عن طريق بنخلي المريض يتناول طعام صلب او سائل بيحتوي على مادة بيمتصها الجسم، يتم الكشف عنها في النفس، بيتم جمع عينة من أنفاسه خلال ساعات قليلة وقياس كمية المادة، ودي بتوضح لي مدى سرعة قيام المعدة بإفراغ الطعام. الموضوع الأكثر خطورة في تشخيص شلل المعدة إن معظم المرضى بيعاني من أعراض غير محددة، وده بيؤدي إلى تأخر التشخيص أو تشخيص خاطئ. طيب إزاي بيتم علاج مرض شلل المعدة؟ أول حاجة لازم نعملها من أسس العلاج الصحيحة السيطرة على نسبة سكر الدم، خاصة للمرضى اللي بيعانوا من مرض السكر، مع اتباع نظام غذائي سليم طبقا للحالة الصحية. بنتناول أدوية مضادة للقيء زي أوندان سيترون، دايفين هيدرامين، بلو كرور بيرازين. تالت حاجة تناول أدوية بتحفز الانقباضات بتاعت المعدة زي ميتوكلوبراميد، سيسابرايد، دومبريدون، بروميسازين، إريثرو مايسين. الأدوية باخدها في صورة شراب أو حقن، لأن الأقراص يا جماعة الصلبة بتبقى صعبة الهضم في هذه الحالة. في الحالات الشديدة يتم التغذية بالأنبوب لتوصيل الطعام للأمعاء مباشرة، إما عن طريق فتحة في البطن أو إنزال الأنبوب من الأنف. بعد كده بندخل في الجراحة في الحالات الشديدة عن طريق إدخال أنبوب للأمعاء الدقيقة أو أنبوب تنفيس عبر المعدة لتخفيف الضغط الناتج عن محتوى المعدة. أحياناً بيعملوا استئصال جزئي أو كلي للمعدة، ولكن ده من الإجراءات اللي ليها عواقب وخيمة جداً على المريض على المدى الطويل. في إجراءات قيد التطوير زي تحفيز المعدة الكهربي بوضع جهاز شبيه بجهاز تنظيم ضربات القلب في جدار المعدة لإرسال إشارات كهربائية ضئيلة تحفز الانقباضات وبالتالي تحرك الطعام باتجاه الأمعاء، لكن دي يا جماعة بتستغرق وقت طويل جدا لإظهار نتائجها، وسمحت بيها الـ FDA في حالات الاستخدام الرحيم. كمان بيستخدموا الزيفينات المطصية المستخدمة في علاج الصداع النصفي وعلاج التجاعيد الجلدية، لأن هي بتفتح الصمام البيلوري وبالتالي بتسرع عملية انتقال الطعام من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة. ايضا هناك دواء اسمه ريلا موريلين، ده دواء قيد التجربه لسه بيحضروا فيه لاستخدامه في هذه المشكله.
لازم تعرفوا ان العمليات اللي بتتم داخل جسمك بتتم بدون تدخل منك اطلاقا. القلب بينبض، الرئتين بتتنفس، الجهاز الهضمي بيعمل على تحويل الطعام لطاقه دون ان يعطي الانسان ادنى طاقه للتفكير في هذه العمليات، وتستمر حاله اللاشعور حتى يحدث خطا ما. خلي بالكم لما تلاقوا ناس بتتكلم على العلاجات قيد التطوير اللي بيصرفوا عليها مليارات الدولارات مقابل اكتشاف علاج جديد لمرض ما نتيجة مشكلة هم أصلا اللي حطوها، لأن المشكلة دي ظهرت نتيجة الاستخدام العشوائي للأدوية اللي هم بيصنعوها وبيعملوا دعاية وهمية عليها، نتيجة استخدامك الخاطئ لحقن التخسيس. السبب فيه انا بستعجب كتير جدا يا جماعه ان هم بيطوروا لنا الانتي فيروس وهم اللي ادونا الفيروس نفسه. يعني انا ليه اوصل نفسي ان انا اخد حقن تخسيس تعمل لي شلل في المعده؟ الكثير من الفنانين ظهروا في لقاءات تلفزيونيه واخرى صحفيه وتحدثوا عن تعرضهم لكوارث صحيه تم نقلهم بعدها للمستشفى وكادوا ان يتعرضوا للموت بسبب حقن التخسيس، ونصحوا جميع الناس بعدم تجربتها. من يحاول الوصول للهدف باقل مجهود يصل لنتيجه فاشله، من له اذنان للسمع فليسمع. لا تنسوا متابعتي على صفحه صحه وتخسيس على فيسبوك وعلى قناه تيك توك والكي واي باسم دكتور حنس حشمه لمزيد من الفيديوهات القصيره حول الصحه بصفه عامه والتخسيس بصفه خاصه. رحله التخسيس رحله بتتطلب الصبر والالتزام، اذا كنت معتقد بوجود منتج سحري للناس في الوزن فانت واهم، وهناك الكثير في انتظار شخص مثلك لتحقيق الارباح من وراء اوهامه. التخسيس الحقيقي بيتم بناء على تفاصيل الحاله الصحيه، ومن ثم طلب التحاليل اللازمه لمعرفه تاثير السمنه على الجسم، ومن ثم وضع برنامج مخصص للحالة للانتقال من حالة السمنة إلى الحالة الصحية. من له أذنان للسمع فليسمع. أتمنى الفيديو عجبنا، ولو عجبنا ما ننساش ناخد لايك للفيديو ونشترك في القناة ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل فترة فيديو جديد خاص بالصحة بصفة عامة والتخسيس بصفة خاصة. أتمنى الفيديو عجبنا، ولو عجبنا ما ننساش ناخد لايك للفيديو ونشترك في القناة ونفعل زر الجرس، ما ننساش نشير الفيديو كل الناس عشان الناس كلها تستفيد. شكرا لكم، كان معكم دكتور حنس حشمت، ألف سلام.